مولود العذراء عنده أسبوع جيد بشكل محطة مختلفة، محطة مفصلية مهمة بتحمل لك حركة كبيرة بحياتك. بهالأسبوع المهم جدا بأحداثه الدسمية اللي بيحمل لك معه تطورات مهمة ماليا إداريا، جردة حسابات غربلة للأمور الغير صالحة، لكن عليك الانتباه من المربع الفلكي السبت والأحد مع وجود القمر بالجوزاء بمواجهة مع برجك بيحمل معه تقلبات حساسية. من المهم جدا أنك تعرف كيف تتعامل مع الظروف الحالية ومع مزاجيتك السلبية وكيف تكبح رغباتك المتمردة من أجل تجنب فقدان وظيفتك أو مواجهة دعوة قضائية، لكن رح ترتاح من كل هالغيوم السوداء وتتحسن ظروفك مع انتقال القمر لبرج السرطان الصديق. الاثنين والثلاثة يومين حلوين من موقع إيجابي داعم بلطفك وبيعطيك القوة والقدرة على التفاوض والقدرة على الحوار والتواصل البناء مع الآخرين. في اجتماعيات حلوة، معطيات بتنقلب رأسا على عقب لصالحك، بتساعدك وبتدعمك وبتخلي تكتر الزيارات والصفقات التجارية. من أفضل أيام الأسبوع بتقدر تكون أنت على مفترق طريق بحياتك، بيحمل لك فرصة مهمة حتى تتقدم بعملك لكسب أرباح جديدة، وبكون بانتظارك تحولات كبيرة بهالمرحلة المهمة، كأنك عم تبدأ شيء جديد. أجواء احتفالية مميزة فيها تطور وفيها نجاح، لكن ممكن تخبي لك الفترة بين الأربعاء والجمعة بعض التحديات مع انتقال القمر لمواجهة برجك من الأسد. ثلاثة أيام فيهم ضعف، فيهم هموم ثقيلة، مخيب الأمال، إحباط، تأخير، يعني ممكن تحصل على شيء أنت ما بدك إياه. أوقات ضعيفة جدا بتنظر بمفاجآت مربكة، بدك تنتبه من الغموض والالتباسات، ومن المحتمل إنك تتخبط بالتحديات ورح تخيب أملك، بدك تنتبه فقط من عطلة الأسبوع. عاطفيا أسبوع حلو كتير ممتاز، وجود الزهرة ببرجك بخليك تعرف لقاءات حلوة، بتتلقى أخبار كتيرة ومفرحة من قبل الشريك والولاد، وبتعيش كل مواليد برج العذراء لحظات حلوة لأنه بيتمتعوا برحابة صدر بتساعدكم على تقوية الروابط العائلية. أما العازب رح يميل لحب متين وعلاقة مستقرة بتسمح له بتحقيق حلمه، وبيفكر بعلاقة جدية وثابتة.